فانا كتبت التويته اللي هي بتاعت انا عديت ناس كتيره جدا بسببك الى اخر هذه التويته، عشان مش عايز اتكلم فيها كتير. ففوجئت ان بعض الناس حورت هذه التويته وتحولت الى راي عام على مستوى الوطن العربي، وفسرت على اننا بهاجم من خلالها المستشار تركي آل الشيخ. اولا انا العلاقه بيني وبين المستشار تركي آل الشيخ، انا راجل صادق وطول حياتي ماليش في اللف والدوران، العلاقة بيني وبين المستشار تركي آل الشيخ منقطعة، والراجل كتب قبل مرضه وقبل ما يسافر أمريكا، محدش في مصر يتكلم باسمي، محدش في مصر يتكلم باسمي، وأنا جدير إن أنا أتكلم بلساني، وفي لسان أعرف أتكلم بيه، ومعايا إيد أعرف أكتب بيها على تويتر أو على فيسبوك أو على إنستجرام، وبناء عليه أنا احترمت رغبة الراجل ولا بعلم يقولها سلبا ولا إيجابا، لأن راجل بيقول أرجوكم أنا انسحبت من المشهد الرياضي المصري، لو سمحتوا سيبوا تركي آل الشيخ في حاله وادعوا له بالشفاء إن ربنا يشفيه. بناء عليه أنا بعدت تماما، لا بعلق على إيجابيات ولا بعلق على سلبيات. علاقتي بالرجل ليس فيها إلا الخير، وليس فيها إلا الاحترام، وليس فيها إلا التقدير، ولكن ما فيش علاقة، العلاقة منقطعة تماما، ولا بقدر أعلق على إيجابيات ولا بقدر أعلق على سلبيات، لأن دي كانت رغبته وأعلنها وكتبها على صفحته على الفيسبوك بدل المرة 85 مليون مرة. فما ينفعك إن احنا نتلزق في حاجة صاحبها مش عايز حد يتكلم فيها، ده من باب الأدب واحترامنا للرجل. الراجل أفضل أقول وأفتخر إن ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب إني أنا سافرت حجيت، الحجة الوحيدة اللي أنا حجيتها أنا وأسرتي بدعوة كريمة سخره الله لنا لكي نؤدي فريضة الحج. حتى لو أنا ببعد أو هو بيبعد ليس بيننا إلا الاحترام، لا أتطاول على حد ولا بأذكر حد بمكروه. تركي آل الشيخ شخصية عربية محترمة له كل التقدير والاحترام، يسأل عن أفعاله، أنا ماليش علاقة لا بما يكتب سلبا عنه ولا الهجمات اللي بتتعمل ضده. استغلت التويتة على أنها المقصود بيها تركي آل الشيخ. أنا بقول وأنا اخترت الموضوع ده بداية الموضوعات في دردكة الجمعة، هذا كلام عاري تماما من الصحة. وصلني للأسف الشديد، وصلني للأسف الشديد فيديوهات من ناس كتيرة اشتغلت على التويتر، مش عايز أذكر أسميهم، ولكن عايز أقول لهم إن بعض الظن اسم، كل واحد قاعد يفسر التويتر على مزاجه للإيقاع بين الناس ما بين بعضيها، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه. مش عايز أديكم شرف إن نذكر أسميكم، أنتم أسأتم الظن، أنتم غير محترمين، أنتم مأجورين، أنتم آلات إلكترونية مدفوعة، وأنا عارف مين اللي موجهكم، لأن أمنية و و و ورجاء مرتضى منصور في حياته إنه يحاول إنه يشوف لعبد الناصر زيدان أي مصيبة في أي اتجاه. أنا إن انسحبت من حياة أي إنسان بنسحب باحترام ولا أذكره إلا باحترام. أي حد بيوصل على لساني كلام ضد الرجل كاذب، أي حد بيتكلم على لساني في أي موضوع خاص بالموضوع ده كاذب، أي بني آدم فسر التويتة على إن الغرض منها تركي آل الشيخ وإن أنا بهاجم تركي آل الشيخ كاذب، وهذا كلام لا أساس له من الصحة. أنا خلافي مع مرتضى منصور ومعلن، وبيني وبينه 1000 قضية في المحاكم، وأفضل أقول عاديت الناس كلها عكن خاطرك، وأنا أصحاب فضل عليك، صاحب فضل عليك يا مرتضى يا منصور، وقفت جنبك وانت في السجن وانت برا السجن، ويشهد على ذلك أصدقاء عمرك ومنهم محمد صادق. وأنا مش أنا اللي تنزل لي صورة تقول لو ربيت كلب كان بيه أحسن منه، وهذه التويتة حاليا قضية في المحكمة، وإن آجلا أو عاجلا كل القضايا اللي أنا رافعها عليك، كل القضايا اللي أنا رافعها عليك لازم هيتحقق فيها، وأنا بوعدك بالسجن إن شاء الله بإذن الله، بس ربنا ييسر وتتشال الحصانة، ولو ما اتشالتش ولو بعد حين انا يعني سلبة. امبارح مرتضى منصور واول امبارح شغل كتائب الكترونية ومسكوا التويتة وروجوها، وادي اللي كان بيدافع عنه تركي آل الشيخ
وادي اللي كان بيسنده طول كله ده خزعبلات واتكشفت. وانا علشان كده امبارح الساعه 3 الفجر لما عرفت الابعاد الخطيره للموضوع قلت اول حاجه اعملها بعد صلاه الجمعه، ولولا ان الناس كانت نايمه كنت عايز اعمل اللايف ده من الليل، ولكن قلت اول حاجه اعملها بعد صلاه الجمعه توضيح الامر، لاني لا يمكن ان ناخذ الناس بالباطل. ده بس موضوع مهم جدا، لا في خلاف ولا يحزنون، ولا نقصد الموسيقار تركي الشيخ، ولا الموضوع ده له اساس من الصحه، ومش عايز ازود فيه، واللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز يصدق ما يصدقش. انا خلافي الوحيد مع مرتضى منصور، وساظل على هذا الخلاف حتى اخذ حقي منه في سبي وسب اهلي والتجاوز في كل ما قالوا. لن اتركه الى ان اموت بالقانون وبالاحترام، بالقانون وبالاحترام. اما كلمه مبادئ اللي في واد عمل فيديو كده سخيف يقول لك خلي بالك من كلمه مبادئ، خلي بالك مش عارف من كلمه مبادئ، خلي بالك مش عارف من كلمه مبادئ. مرتضى منصور هو من هاجم تركي الشيخ من يومين لما طلع في القناه وقال له التويته بتاعتك اللي انت عملتها بتاعت المبادئ، لا الاهل مش بتاع مبادئ، ده احنا بتوع المبادئ. لا الاهل بتاع مبادئ وتاج راسك واحسن منك، وهيفضل الخطيب عامل لك حرقان وقلق لغايه ما تموت. بس بكل بساطه وبكل احترام، مرتضى اللي هاجم كلمه مبادئ اللي كتبها الموسيقار ترك، والمكالمه موجوده مش انا. فهو عشان عامل العمله قال لك اخلع منها لحسن الشد ودانه. انا لو عايز اهاجم حد هاجمه بالاسم، ولو عايز اتكلم عن حد اتكلم بالاسم. وقت ما كنت مختلف مع الموسيقار تركي الشيخ كنت الاعلامي الوحيد اللي كان بيتكلم بالاسم وباحترام. ولما الناس قالت في الدوله ان الراجل بيحب مصر ويعشق مصر كنا اول الداعمين والمساندين وما زلنا. ولكن لما هو يقول ما حدش ليه علاقه بيا ولا يتكلم عني سلبا ولا ايجابا، مش معنى كده ان احنا بعدنا عن الخطر في خلاف ولا في يحزنون. كفايه واتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.